فقرتنا اليوم مع ضيف مميز، الفنان اللي جمع بين التمثيل وبين الغناء والعزف، وما وقف عند هذا الحد، بل لقب بنجم الكوميديا السعودي الأول. خلونا نرحب بضيفنا المتألق متعب العلي. هلا وسهلا فيك متعب. أهلا وسهلا، شكرا على المقدمة الحلوة. نرحب فيكم طبعا في روتانا خليجية، جميل صراحة أن اخترت روتانا خليجية. متعب، حصولك على جائزة نجم الكوميديا السعودي الأول، تكلمنا عنها. والله شوف، هذا اللقب طبعا أنا حصلت عليه 2015، وكان من أجمل الأشياء في حياتي، يعني لأنه كان في عندك طموح أنك توصل للشاشة، توصل للناس، تحقق شيء، تبغى تشارك مسرح يعني عادي. فجاء البرنامج هذا، بس أنا عندي شغف وقتها صراحة، فالحمد لله يعني أنا رحت للبرنامج، بس رحت له بعد تعب، يعني فعلا تعبت لين وصلت. طبعا كان في دولة البحرين وثلاثة شهور تعبنا فيها، والحمد لله يعني حققت اللقب هذا، وإن شاء الله يا رب أنه ما يتوقف بإذن إن شاء الله. يعني الكوميديا فن طبعا، والعزف فن، والغناء برضه فن، فأنت يعني بطبيعة الحال يعني أطلقت العنان للفنان الذي بداخلك متعب. لكن لو خيروك، لو قالوا لك تختار ما بين هذه الأشياء، مثلا الغناء والعزف أو الكوميديا، إيش ممكن تختار؟ والله شوفي، هذه أنا ما أحب أني أتخير فيها. ليش؟ لأنه أنا أول شيء أكون ممثل، يعني أنا أحب أكون ممثل لأمانة. أما بالنسبة للعزف والغناء، هذه يعني هواية، أدوات تخدمني حتى في التمثيل، سواء على مسرح أو تلفزيون، ولكن هي من مميزات الفنان الشامل، وأنا أحب أكون فنان شامل. يعني في طبيعة الحال حاجات تخدمني، يعني أدوات تخدمني كممثل. أنت تشوف نفسك في التمثيل أكثر من الغناء؟ طبعا. طيب غني لنا. انك صعبة تقولي ممثل لنا، اكيد غني لنا. طيب اضربنا يا متعب اليوم، ما انه ويكند ويوم جمعة والناس مروقة ومبسوطة. طيب والحنان اللي بعينك ما يجي
راسي اللي شاف، خلني احط راسي بحضنك لا تخليني اخاف، تكفى طمن قلبي منك، تكفى نسي اللي شاف، خلني احط راسي بحضنك لا تخليني اخاف، تكفى لا تكفى لا تكفى لا 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 لا, لا تصدمني فيك. الله يا متعب، الله عليك. الكنترول جوا مسلطن، كلنا وقفت على الكنترول يا ودي، كلنا سلطنا. الله يعطيك العافية متعب، على هالصوت، على هالإحساس، على هالعزف الجميل، جميل الكلمات. يعني أنا كنت يعني أتوقع أن شيء كذا بيكون ويكند وناسة، بس جميلة جميلة الأغنية، جدا جدا حساسة ووصلتنا هذه المشاعر. بس متعب، يعني تحس أنه يعني وجودك في عالم التمثيل والكوميديا، قبل شوي تكلمت قلت أنه بالعكس هذا الشيء يخدم، بس ما يأثر على هوايتك في الغناء، والعكس صحيح؟ يعني أثر عليك بطريقة أنه يأخذ منك وقت، يأخذ منك جهد، يأخذ منك، ولا تحس أنه أوكي يعني بالنسبة لك؟ بالله أبداً، يعني ابدا موضوع انه الغناء والعزف كذا ياخذ مني وقت، لا بالعكس انا ما يعطلني في التمثيل، يعني بالعكس انا رجل اعشق التمثيل، اعشق المسرح، التلفزيون، يعني لا سيما انا من الناس اللي يعني ممكن العب كاركترات كثير. يعني ممكن مثلا مخرج يعطيني شخصيه يقول لي العبها، احب التحدي انا في هذا الموضوع. أي. يعني ما انت بتحكي على الكوميديا يعني؟ لا لا لا، انا يعني اقدر اشتغل تراجيديا برضو، يعني ما عندي مشكله. اقدر يعني العب كوميديا والعب تراجيديا، بس احب التحدي، واحب اتحدى نفسي دائما حتى في على مستوى الكاركترات. يعني مخرج مثلا في كاركتر ابيك تلعبه، فما عندي مشكله انا اتحدى نفسي والعب الكاركتر، يعني اي كاركتر الحمد لله انا اقدر اسويه. يعني فبما اني انا اتكلم لهجات كثير، يعني زي اللبناني، المصري، سوداني مثلا، يمني، ما ادري، كاركترات كثير يعني، فعندي المهاره هذه، فعادي تخليني العب اي كاركتر ما عندي مشكله. انا هنا بسالك اسئله، انا عرفت ايش بتقولي، ابغى اغني، ابغى اغني، ابغى اطلب شيء. صدمتني يعني كذا، بفكر في سؤال قلت غني. طيب السؤال، سم لك اغاني موجوده سنجل؟ والله حلو في السؤال هذا صراحة، لكن أنا مالي أغاني سينجل، وأتمنى أنه يكون لي أغاني سينجل. الأغنية اللي قبل شوي غنيتها وش المين؟ الأغنية اللي قبل شوي ماجد المهندس. أوكي. من أغاني الأخيرة، مسي على بالخير طبعا ماجد، وإن شاء الله أني قلتها صح عشان بس ماجد يعني. لكن في عمل الآن صراحة مع شاعر جميل وأنا أحبه كثير، اللي هو الشاعر خالد العوض، مسي عليه بالخير. في شيء يعني زي المونولوج مثلا، شيء ظريف، كلمات ظريفة، وبصراحة أنا أبي أسويها، أغنيها طبعا وأمثلها. أوكي. يعني أسويها زي الفيديو كليب، أمثل الكلام، عرفت الميزة بين أني أغني وأمثل الكلام اللي بقول، يعني شيء ظريف كده. طيب إيش رأيك تغني برضو؟ صح عليك يا أودي، شكرا. طيب. يا أودي بالخدمة يا مها. والله الأودي صراحة مرة يعني عشان ما هني بشيء فرايح. لا الأودي كم حصان؟ يلا. طيب. نغير من الخليجي طبعا. نغير. يلا نقول شيء الفيروز. يا سلام. عز الطلب. عز الطلب. أرض عم امشي وتمشي في الأرض،
بعدك لاحقني هذا الإبداع. الله يخليك والله. الله يخليك. يعني ما شاء الله في الخليجي في العربي بشكل عام في اللهجات المختلفة، يعني مبدع مبدع يا متعب، وإحنا جدا فخورين فيك وفي هذه الإبداعات. أنا ودي صراحة أني أكمل أسئلة، بس ودي كمان أنه إحنا نستغل وجودك اليوم ونسمع منك كذا أغنية ثانية محضرها لنا اليوم، تحب أنه أنت تسمعنا إياها. الحمد لله مو والمشاهدين. إيه شفتي شلون هالمرة أنا أخذتها عنك عشان بس ما توجه لأصابع الاتهام تقول ودي بس تبيني أغني. طيب. بس للأمانة لما الواحد يسمع صوت جميل أو موهبة حلوة حرام أنه ما يسمعها أو حرام أنه ما يستمتع فيها، فلذلك إذا فيك شدة معنا اليوم متعب بنتعبك حنا مجهزين للموية ومجهزين لكل شيء، ما عنده أي عذر. بالعكس بالعكس والله. طيب ايش رايكم نقول شيء كذا بما انه اليوم الوطني؟ يا سلام. نقول شيء، ايش رايكم؟ يلا. هذه طبعا من كلمات الشاعر خالد العوض وغناه رابع صقر. طبعا شامخة يا ريح
فرحه اجدادي وحظنا يا اهل السعوديه وفي وطن روحي وميلادي. سلام اي أيوة والله عيدك انت ثالث عيادي. أيوة هذه انا اشهد فيها. يعني احنا نتحرى اليوم الوطني على احر من الجمر عشان نفرح ونعبر عن مشاعرنا ولو بالجزء بسيط فقط. ها متعب هذه الاغنيه انا صراحه ما قد سمعتها. هذه ما قد سمعتها. هذه اغنيه للشاعر الشاعر كبير صراحة. هي جديدة الأغنية ولا؟ شاعر خالد العوض وشاعر غنائي طبعا وكتب الكلام هذا طبعا غناه رابح صغير. جديدة الأغنية ولا قديمة؟ تقريبا يعني أتوقع السنة ممكن. جميلة كلمات اللي فات تقريبا. اللي فات جميلة كلماتها رائعة جدا والأجمل أنك غنيتها لايف معنا هنا بهذا العزف الجميل. متعب احنا انبسطنا كثير بتواجدك اليوم وتشرفنا كثير وشكرا لك وشكرا لقبولك هذه الدعوة. لكن احنا بنطلع هذا الفاصل بس مطلوب مننا نطلع هذا الفاصل بأغنية من اختيارك. هذه آخر مرة بطلب وعد. الحين تعاد بس اثنين طيب نقول تبغى خليجي ولا مصري ولا خليجي اغاني قديمه ذكرى راشد الماجد كلها بس قديمه نبي في قلب مغلي الكيمان